الأسد. أعزائي المشاهدين في كل بيت، النهاردة ضيفنا يا جماعة أدق وصف ممكن يتقال عليه إن هو مستر إكس. هو فعلا يا جماعة أخطر رجل في العالم، ورغم شياكته وأناقته وخفة دمه وقلبه الأبيض اللون بدلته اللي هنشوفها النهاردة، إلا إنه يا جماعة عمل مصيبة، نزل من بيتهم من غير ما ياخد المطوة الأرنغة زي ما تيجي نشوف الضيف بتاعنا قرر يحارب الأسد بإيه. يلا بينا. أزلب بسوبر واكون انسان جديد، ومن اول يناير خلاص هشيل حديد. العب يا عم شيخ حبيب شعبان. لا على فكره يا جماعه، في معلومه بتقول ان شعبان عبد الرحيم قلبه وقف مرتين قبل كده، واحتمال دي تكون الثالثه. قلبي معاك عم شعبان. رمز قلب الأسد، رمز قلب الأسد. برضو ده كلام بقولك دوس على زرار البدلة احسن. ودخل لي على المذيعة اللبنانية. برضو ده كلام. شعبان عبد الرحيم داس على كل الزراير. الو برضه ده كلام. ايه اللي بيحصل في الاسانسير؟ برضه ده كلام. ايه اللي بيحصل في الاسانسير؟ لا مش صور كده. الو مش ينفع كده. الو 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 مش ينفع كده. ايه في الاسانسير. الكلام ده مش هينفع. الكلام ده والله. الو الو هعمل لك اشكال والله. اقفل الاسانسير يا فندم. وربنا اعمل لك مشكله يا فندم. اقفل الاسانسير. وعادل ده زعله. الو انا مش هقبله يا جماعه. شعبان عبد الرحيم قلع الحزام. طب انا بدخل. بقولك مش هينفع كده. الو حضرتك ايه اللي بيحصل في الاسانسير؟ مش هينفع كده. حضرتك ايه اللي بيحصل في الاسانسير؟ احنا محتاجين العش وعادي ده مش هتجيبه يا فندم. انا مش عايز الاونطه دي وما بحبش كده. ايه اللي بيحصل عند حضرتك في الاسانسير؟ قول لي. بقول لك كده حضرتك ايه اللي بيحصل في الاسانسير؟ انا عايز افهم. انا هزعله.
تاني برضو. بص يا عم شعبان انا مش مسؤول عن عبد الله ولا عبد الحميد عيسى اقسم بالله. لا عبد الله ولا عبد الحميد. شعب يا جامد قوي شعب عبد الرحيم. عم شعبان قبل ما نبدا مع بعض لازم النفوس تبقى صافيه. انا حاسس كده ان انت محمل مني شويه. لا والله انا بحبك انت عارف من زمان بجد. اه والله. طب انت محمل من مين؟ هو انا محمل من عادل وحميد عيش يعني حتى يدوني فكره او اي طبعا. حاجه عيال عايز اقول لك العيال دي ما فيهاش بركه. انا بكلمك بامانه. وبعدين الاثنين زوغوا على كده ما فيش حد فيهم عمل مش فاهم حاجه يعني. انا عايز اقول لك على حاجه بيقول لي مش عارف عمر الشريف جوه بيصور ومش عارف له مذيعة من لبنان نتالي. حلوة نتالي وخلونا نلبس جاكيت. حبيبي عم شعبان حبيبي عيال ما فيهاش بركة عم شعبان. بس احنا اسفين بجد والله العظيم. بس سؤال بقى وانت مروح لازم تاخد الكنبة دي معاك. عارف ليه؟ لانها لون البدل. الله يخليك. بحبك يا عم شعبان والنص عمود. دلوقتي على فكره يا جماعه في مشكله. عم شعبان معاه مفتاح المريوطيه صح؟ اه. ايه بقى حكايه مفتاح المريوطيه ده يا عم شعبان؟ ده مفتاح المريوطيه يعني بيخش افتح له اللي يطلع افتح اي حد داخل خارج من المريوطيه؟ لازم ابقى عارف. ده المفتاح الشرقي ولا الغربي؟ انت ساكن فين في المريوطيه يا عم شعبان؟ ساكن في شارع الشيشيني. الشيشيني؟ امال ايه كعبيش دي؟ جنب كعبيش. دي يعني شيشيني جنب كعبيش يعني. انت مش في كعبيش؟ لا في شيشيني. بجد؟ شيشيني ولا تغديني. الله العب العب. طب دلوقتي عم شعبان انت لما دخلت الاسانسير اول ما شفت الاسد بتاعنا اسمه علاء اول ما شفت علاء عملت ايه؟ انا اول ما شفت علاء ده انا اهو بص اتلبشت مش عارف اهي انت اهو. وبعدين انت بتدوس في كل الزرار عم شعبان. ما انا بدوس على اي زرار اطلع اي حته يعني. انت عايز تطلع اي حته بس انت لسه ما شفتش الاسد. انا بقول لك يعني انا اتلبشت فكرت ان انا طلعت في دور مش هو اللي انا راح اصور فيه. ان انا طلعت في دور غلط في اسوده وبتاع ناس يعني كده. وانا وقفت في دور غلط. خصوصا لما عادي ترقص اهو اهو الرجه ايه بقى؟ طب حسيت بايه انا اول ما شفت علاء والنبي عم شعبان؟ ما هو ما انا شفت انا برجع لورا ازاي؟ لا انت كنت بتقول حاجه في التليفون كنت بتقول ايه؟ مع ان علاء مولى وشه الناحيه الثانيه. علاء مولى وشه الناحيه الثانيه. خايف يواجهك عم شعبان ما يقدرش يبص لك طبعا. لا وبعدين هو قلق من المفتاح يعني هو لما شاف المفتاح قلق. بقول لك يا عم شعبان هو اي حد بيقف قدام اسد بيحط ايده في جيبه كده انا مش فاهم. بس قايم عليه. يعني في واحد يواجه اسد يعمل كده مش فاهم. المفروض واحد يعمل كده بس. ده بقى انا عايز اعرف انت كنت بتعمل ايه بتفكر في ايه هنا؟ بتفكر في ايه هنا والنبي عم شعبان؟ ايه اللي جالك في دماغك هنا كنت عايز تعمل ايه؟ كنت عايز كنت عايز تعمل ايه دلوقتي والنبي قول لي؟ كنت بتعمل انا فكرت بقى يجي لي كلب ولف. يعني انت دلوقتي كنت بتضحي بالحزام عشان البنطلون يعيش ولا ايه اللي حصل؟ علاء اهو انا مكشر بجد. انت ايه دلوقتي؟ بص التريحه دي بقى قلعت
انا قلقت هو سمعت التريحه دي. في تريحه كده على الشباب. انا بفكر. لا 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 اول مره بجد. انت كنت هتضرب الاسد بالحزام بجد مش عمال؟ انا كنت عايز اقلع الجاكيته. ايوه وارميها على وش الاسد واخلع من جنبه. والله لا لا على اساس يعني انا فكرت في الشغل اللي انا بعمل كده. ايوه بفكر طب هتطلع ازاي طب هتخش ازاي. اقلع الجاكيت احدفها فوق وشه واغري كده عشان ما اشوفش على اساس ان هو قطه. ده اسد عم مش عامل حاجه. انا احدف الجاكيت وهاجري بقى مش هتشوفني. امال احدفها على وشه ليه؟ طب والحزام انت فكيته ليه؟ عشان اضرب بيه بس فوق. كنت متهيألي يجيبوا لي كلب ولف فوق او الاقي كلب. عم مش عملش في التوكي قد ايه دي هتضرب اسد؟ يعني اعمل له اي حاجه كده هويشه. طب ممكن بقى نقفل الحلقه بتاعتنا عشان الجمهور الجميل بتاعنا ده عايز يسمعك في غنوه جميله ممكن؟ فاضل المايك جنبك اهو. هتغني لي الاول. طب اشمعنى سموا الاسد ده علاء؟ والتاني اشمعنى سموه سعد عادي؟ هي هي. طب بدل ما سموه علياء كانوا سموه جمال. بتقول وتعيد لمين وبتشكي لده وده الناس المغرمين ما يعملوش كده. الله دول مهما تقلموا بيداروا ويكتموا. دول مهما تقلموا بيداروا ويكتموا ولا يوم يتكلموا ويشمتوا العدا. الناس المغرمين ما يعملوش كده. سقفة جامدة أوي شعبان عبد الرحيم يا جماعة. أكيد أكيد استمتعتوا في الحلقة دي زي ما أنا كمان استمتعت. إن شاء الله أشوفكم الحلقة الجاية في حلقة أقوى من دي إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا شكرا حبيبي.